تعتبر التوجري ايش تختار وليه؟ واحد واحد تماما ترفض تماما صحيح. ليه؟ اولا الموسم بدا، ثانيا جزئية التنافسية اصبحت كل مباراة تنافسية، ثالثا ما اعتقد انه في الان حكم بيكون صراحة يعني محلي يستطيع انه مؤهل بقيادة المباريات في هذا التنافس الكبير جدا. رابعا ارتحنا من جزئية الحكم المحلي والحكم المحلي، ويعني ها يعني على الاقل اوكي عنده اخطاء الحكم الاجنبي، لكن في نهاية الامر الحكم الاجنبي يحكم مباراة ويمشي بغض النظر عن مستوياته، هي صح سيئة ما هي سيئة، جيدة ما هي جيدة، يبغالنا وقت. اهم حاجة بالنسبة لي انا من وجهة نظري الشخصية اقول انه ترى الحكم ما هو يعني الناس مين بتجي عشان تشوف الحكم، الناس تجي عشان تشوف مباراة كرة القدم. الحكم المحلي مع كل احترامي وتقديري واضح كان جزء من افساد المتعة على الاقل، فارتحنا. اذا الموسم القادم، اذا كان على الموسم القادم ممكن يكون مثلا بشروط او جزء من الطاقم الاجنبي، بس بشرط انه مثلا يفتح المجال للاندية اللي تبغى تأتي بحكم اجنبي ما في مشكلة، ويفتح المجال للجميع. لكن هذا الموسم لا، انا واحد وارفض تماما.